اخي ايش في؟ ايش في؟ خلص الاهرام خلص. ايش خلص؟ كم خم خلص؟ ثلاثة. وينهم؟ كنا طالع. خلص عمو اثنين عباقي واحد منهم. فين مغرور؟ لا لا شلنا طلع الطقم هذا. الاخضر وش الطقم؟ فكان رايح أثناء ما كنت ذاهب إلى إحدى السوبر ماركت يعني بقالة، حصل إنه في طفل تعرض لقنص، فأثناء محاولتي مساعدة الطفل القناص استهدفنا، والحمد لله بعون الله كان الأطباء في تلافي الخطر وإجراء عملية واستخراج الطلقة. طلقت شيكي قناص. هذا الحي حي الموشكي، قمنا بعمل الطرابيل حماية من القناص. هنا قناص حوثي مجرم يستهدف المدنيين. إلى الآن أكثر خلال من شهر رمضان الآن أكثر من 10 حالات استهداف بينهم أطفال ونساء وشيوخ. نحن عملنا هذا الحاجز حتى نستطيع أن نقيم حاجز ترابي نمنع هذا القناص من استهداف المدنيين ويعني قتلهم. بقية فقط، أما أن تلقي كامل لا، باقي أنك تحت في قنص. حصلت قنص؟ حصلت. حصلت كثير، عدة قنص. القنص الجاي من الأمن المركزي من النوبة، النوبة الأخيرة يضرب له هنا أكثر من 4 أنفار اللي ماتوا في رمضان، واثنين مشوهين من ضمنهم العاقل سمير علي قاسم. اضطرينا أن احنا نعمل هذا الجدار والطرابيل هذا اللي هنا، والآن ممكن نخلي الشوال يرفع التراب هذا على فوق. منطقة روضة منطقة يعني مهملة من السلطة المحلية إلى أبعد حد، هي تعرض من أهالي المنطقة إلى حالة قنص من جهة الأمن المركزي، وقد قمنا بمناشدة السلطة المحلية لعمل حلول لمكان القنص بعمل حاجب أو عمل ستار أو عمل أو رد المقاومة بعمل المقاومة بصد القناصين. نحن نطالب بتحرير المدينة وحماية المواطنين كترابيل كجيران ساندة، لكن ما فيش فايدة. مطالبنا تحرير الجهة الشرقية ونحمل المسؤولية المحافظ والقادة العسكريين، هذا قبل كل شيء. المواطنين هنا انهدر دماؤهم من أطفال ونساء ورجال، يعني في ليلة العيد عندنا واحد احنا وهو 24 ساعة اسمه عبد الحمد من جبل أيفوع ساكن مستقيم عند هذيك معه غنمة، ضربوا بمعدل 12/7 طفي ساعته. إنه كل يوم ضحية في هذا الشارع يمر، وضحية من الأطفال والنساء والشيوبة. يعني آخر شيء الأخ العاقل وبنت طفلة خرجت هي أمها وغنصها القناص ب 12/7. إحنا نطالب التحرير، مش في تحرير، ليش طرابيل أو جدار ساند علشان القناص. معبر كلابة لو افتك التعز، فما فاحنا مستغربين من المنطقة الشرقية لماذا لم تحرر كلابة والمناطق هذه؟ ما هو السر اللي فيها؟ هل هو في بيع وشراء في المكان هذا؟ فنريد نعرف من السلطة المحلية ومن القادة العسكريين لماذا لم يفتك كلابة؟ لماذا لم تفتك هذه المنطقة وهي أقرب منطقة لفك إلى الحوضان؟ ما هو السر في هذه المنطقة؟ دي الروضة زيد المشكي المحوى. تمام، نحن شوف قدام تقريبا 10 أيام توفوا علينا 2 دبابة كانت بتجي تضرب على القناص، لأنه القناص هذا لا يخلي طفل ولا يخلي حرمة ولا يخلي عجوز. تمام، وهو من مشاق نصه بعض أحيان من الساعة 5:30 ما يخليش واحد يطلع ولا ما يخليش واحد لا طربال، ما بش كان طربال من أول عدل طربال من العلم. لكن نرجع من الحواري أو قائد المنطقة دي إنهم عندما يطلع الطربال هذا إنهم يجيبوا شيوال ترفع التراب على أساس واحد يقزع هو آمن، لا طفل يقتنص
ولا عجوز تقتنص ولا طفلة تقتنص، لأنهم ما يقنصوا من أجاد، طفلة يقنصها عجوز يقنصها، المهم ما يفرقوش كذا، ما يفرقوش من أجاد قنصوه. أتخلك الشيبة هناك اقتنص خلال يوم 4 أنفار قنصهم الحوتي تمام. لكن نسأل الله أن ربي يفرج علينا بس. نتمنى من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني المطلين على مكان القناص ويقال أنه في الأمن المركزي استهداف هذا القناص، ويعني حماية المدنيين من مثل هؤلاء المجرمين. طيب آخر حالة كانت هنا قنص؟ طفلة، كانت طفلة في هذا المكان، في المكان الموجود أمامنا، كانت في الرأس تقريبا قبل 10 أسبوع إلى 10 أيام، وقبلها أيضا كان استهداف لأحد الشيوخ، ورمضان في رمضان تم استهداف أيضا كبار السن وبعض الشباب ومنهم أيضا عاقل حارة، كل هؤلاء إيش تم استهدافهم خلال هذه الفترة. كذلك مدير المدرسة هو عاقل حارة، مدير المدرسة الأخ سمير قاسم. طبعا الاستهداف متعمد الى 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 يوم الى قبل يومين، طفلة صغيرة اصيبت، وقبلها في يوم في العيد ايام العيد امرأة، في رمضان كان 2 من الشهداء و4 من الجرحى. يعني استهداف المدنيين عزال دون سلاح، دون لا وجود للمسلحين في المنطقة، المنطقة مدنية، لا وجود لموقع عسكري ولا وجود اي كتلة عسكرية. القناص يستهدف المرة. مقام الأهالي الحارة بأنفسهم من تلقاء أنفسهم بالتعاون فيما بينهم بإعمال طرابيل على قدر الاستطاعة إمكانياتهم، وعندنا إحنا عملنا جدار حاجز على حساب المواطنين، ولم نجد من السلطة المحلية أي تعاون أو تجاوب. نحن نأمل، نحن هذا الحل جزئي اضطرينا إليه اضطرار، لكن نحن لنا يومين، الشباب يشتغلون يومين، والطرابيل تأخذها الريح كلما يعني، وهذا ليس حل، إنما حل مؤقت، كنا الغرض منه هو حماية الجرافة من أجل عمل حاجز ترابي. الهدف الأول هو تحرير التعز، إذا تحررت التعز وتحررت المنطقة الشرقية من ضمنها الأمن المركزي وتبت السلال والقعشة، هذا يحمي المدنيين نهائيا. لكن احنا اضطررنا إلى عمل هذه الأشياء من أجل إيش؟ حماية المدنيين بالشيء المتاح لنا. لهذا نحمل المسؤولية. الناس هذا الذي جالسين يعني يبتادروا بذنبنا، نحن صامدين من 2011 طلطل بنفس الحارة هذه ما خرجناش، لهذا نحمل المسؤولية. كمان عبد الرب منصور هذه وحكومته، وزير الدفاع معه، وزير الدفاع معه، رئيس أركان معه، قادة عسكريين، يعني بالله عليك قنص واحد 3 أو 4 ما فيش كثير يقدروا يهدفوهم، عندهم السلاح، لكن السلاح يتقاتلوا بو بينهم بين كذا، الخلاصة الكلام كذا. ما درينا منو الذي بيحكم تعز، يعني لو رفعوا أنفسهم قفة، إحنا مشينا في رمضان ب 2015 في رجال ثابتين يعني، راحوا شهداء وراحوا كذا، القادة العسكريين جالسين معهم بداخل الشوارع، العسكر محملين البنادق يقرحوا للجو يعملوا كذا ويصرعوا كذا، ليش ما يروحوش القبهات يا أخي؟ ليش ما يغيروش القادة؟ هذا الذي هو فاشل لازم يغيروا، يجيبوا حتى لو مواطن عادي وعنده طموح، عنده طموح وعنده خارطة يمشي عليه، يعني خلاص قدور من اللي بس بدل عسكري، خلاص كله وهم كله وهم.